أهلا وسهلا فيكم بموقع أرسون بوز. بموضوع الديكور عملت قسم سميته جميلة العرب، ولا أنا ما عم بحكي على السيدات العربيات الجميلات. السيدة العربية في قمة الجمال وفي غاية الجمال، ولكن أنا بهالقسم هذا عم بحكي عن فن الخط العربي، عم بحكي عن جمالية اللغة العربية الرائعة. الخط العربي الحقيقة هو من الفنون الجميلة جدا والآسرة بالنسبة لي. أنا كتير بحب الخط العربي، حتشوفوا بالقسم صور حلوة كتير لأعمال فنية رائعة معمولة بالخط العربي. حتشوفوا صور وفيديوهات لهالأعمال الحلوة. أنا بحب نوه إنه اللغة العربية هي لغة غنية جدا من الناحية الفنية. عنا كتير شعر، عنا كتير أمثال عربية قديمة وجديدة، بالإضافة لأنه كون القرآن الكريم نزل بلسان عربي، بالإضافة لأنه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في عنا كم هائل من الحكمة ومن الكلام الحلو. فينا نعمل مزيج حلو كتير بين الحكمة وبين الفن، يعني نكتب الحكمة بفن اللي هو الخط العربي، حتكون النتيجة رائعة جدا، إنه أنت عم تعرض الحكمة بقالب فني رائع ممتع. بتمنى تستمتعوا بالصور والفيديوهات اللي حتشوفوها بهذا القسم، وبتمنى تضلوا معي للفيديوهات الجاية، لأنه حنشوف كمان المزيد والمزيد من هالأعمال الفنية الرائعة. بتشكركم أنا على مشاهدة هذا الفيديو، وبتشكركم كمان على زيارة موقع أرسون بوست.